بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوتكم من استوديو 9، ونبدأ معكم الرصد لهذا اليوم 19 من شباط لعام 2024، والذي يتزامن حسب التقويم الميلادي مع الذكرى 25 لاستشهاد سلطان المراجع السيد الشهيد الصدر الثاني السيد محمد صادق الصدر، ولجليه مؤمل ومصطفى في مثل هذا اليوم من عام 1999. والسيد الشهيد الصدر الثاني هو مرجعية استثنائية بكل المقاييس، سواء في الجوانب الحوزوية أو الفقهية أو في الجوانب الأصولي والتفسيري، وهو من أسرة آل الصدر العربية العلمية الدينية العريقة. ونحن اليوم عندما نستذكر استشهاده في ذكراها 25، نقول ما يقوله كل مؤمن في العراق بأن خط ومنهاج آل الصدر الكرام مستمر، لأن من يقوده منذ العام 2003 تحديدا في التصدي للاحتلال الغاشم والدفاع عن كل العراقيين، حتى المطالبة بأن يكون القرار العراقي مستقلا وطنيا لا شرقيا ولا غربيا، بقيادة وريث آل الصدر الكرام بمكانتهم الوطنية والإسلامية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، الذي كانت وما زالت له مواقفه المشهودة في العراق وطنا وفي الأمة العربية والإسلامية والإنسانية. أيها الأخوة المواطنون، وفي هذا اليوم وتزامنا مع هذه الذكرى الأليمة، يأتي استشهاد الناشط العراقي الوطني الصدري أيسر الخفاجي في محافظة باب الجنوبي بغداد بعمل إرهابي جبان لم تعرف تفاصيله ولم تكشف خيوطه حتى هذه الساعة. الشهيد المغدور أيسر الخفاجي الذي ووري الثرى في مقبرة الشهداء في النجف الأشرف مساء هذا اليوم، هو امتداد لخط آل الصدر الكرام ومواقفهم الوطنية التي لم ولن تتغير بإذن الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأخوة المواطنون، أنا أريد أتحدث بملف آخر، ونحن نقترب من شهر رمضان المعظم اللي جاي نرصده، أنه أكو ارتفاع بدأ من الآن يعني بأسعار اللحوم في السوق العراقية. يوم أمس وصلت الأسعار إلى 24,000، وقد تزداد إلى 25,000، بينما كانت قبل أسبوعين 20,000 كيلو اللحم الغنم في العراق. ويبدو أن هذه الأسعار بحالة ازدياد، يعني احنا حتى لو نحكي قبل أسبوعين 20,000 مو قليلة، لكن تتذكرون بالفترة الأخيرة آخر شهرين صار عندنا في المواشي العراقية مرض غريب ينتقل عن طريق الحشرات اسمه اللسان الأزرق، ويفترض أن وزارة الزراعة
اتخذت إجراءاتها لمواجهة هذا المرض وانتشاره مع الجهات البيطرية. لكن هذا الارتفاع اللي جاي نشوفه بالأسعار للأغنام ولسعر كيلو اللحم ينذر الصائمين وهم ينتظرون شهر رمضان المعظم. لو وازينا وبحثنا بهذه الأسعار وقيمتها قياسا إلى سعر صرف الدولار، مو هيجي، لأنه إحنا نعرف معادلة السوق ماشية على مبدأ العرض والطلب. إحنا نتيجة مرض اللسان الأزرق يعني صارت أكو بعض الإجراءات تمنع تنقل المواشي. يعني واحد إذا يريد يروح تاجر مع المواشي يريد يجيب ماشية مثلا من جنوب العراق أو من شمال العراق حتى يعرضها في المحافظات الفرات الأوسط ووسط بغداد والقريبة لبغداد، أكو إجراءات لازم يأخذ موافقات. هذه الموافقات تدخل بها موافقات أمنية وغيرها، بحيث أنه ما إلى حق، يمكن إذا يريد يجيب مواشي يقولوا لك مثلا 6 أغنام تقدر تجيب، 7 بس 10 ما مسموح لك. ليش؟ يعني الإجراءات قد كانت تتطلب أن تمنع انتشار مرض مثل مرض اللسان الأزرق حتى لا يصير وباء بكل المواشي العراقية. عادة وزارة التجارة والسياسة الحكومية التجارية أنه يقول لك أنا مني ازداد الطلب حتى أقدر أعوض أنا لازم أستورد فأفتح الاستيراد. أنت من تستورد 90% من اللي تستورد ما تعرف منشأه حقيقة، خاصة اللحوم المجمدة ما حد يعرف شنو منشأها وشلون أعدت، لأنه إحنا بالعراق وعادة يعني بالمنطقة ككل يعني الحذر من اللحوم المستوردة يكون كبير، وهذا مو من اليوم، هذا دائما. يتبع ذلك أنه أنت ما عندك سياسة حقيقية واضحة المعالم كيف تهتم بالمواشي وتربيتها وتوفير ما يحتاجه المزارع أو مربي المواشي من دعم حقيقي من الدولة حتى يقدرون يستمرون في توفير اللحوم. هنا لكم رسالتين. الرسالة الأولى، إحنا إلى الآن لو أخذناها بالمنطقة أسعار اللحوم عندنا أغلى من غيرنا بسعر تصريف الدولار، لأن أكو لربما جهات تحاول تستفاد وبل هي تسعى للاستفادة على حساب المواطن. وجاينا رمضان راح يشوفون ارتفاع كبير بكل أسعار المواد الغذائية وليس فقط اللحوم. يعني إذا نجي نحسب مثلا، أنا والله خذت اليوم بالحاسبة على السريع، قلت والله دورت لقيت في مصر سعر كيلو اللحم يتراوح يبدي من 350 جنيه على سعر التصريف الموازي 63 بالنسبة للدولار، يطلع $5.50. وهذا السعر ارتفع إلى 420 جنيه، يعني هي تتراوح بين 350 إلى 420 جنيه مصري، وهم تقسيم على سعر الموازي لتصريف الدولار 63 جنيه للدولار، يطلع $6.66، يعني بين $5.50 إلى $6.66. هاي بمصر. نجي من نروح نصعد التركيا، نلقى بتركيا سعر كيلو اللحم تقريبا 300، يزداد 350 380، خلينا نقول مثلا بالله إذا على 300 ليرة تركية تقسيم سعر الموازي اليوم 31، مو 31، 31 للدولار، 31 ليرة، هم يطلع تقريبا قريب $10. يا بنروح للكويت، علما الكويت تستورد اللحم من نيوزيلندا بالدرجة الأولى أو من استراليا، وبعدين اللحوم العربية أيضا الكيلو يتراوح تقريبا خمس دنانير كويتية تجي، 5 دنانير
سعر الدولار تقريبا 3.25، يعني الدولار الامريكي الدينار 3 دولارات وربع، مو الشكل اللي حنطلع بحدودها 100، يعني تقريبا 15 دولار، لانه اذا نضربه والله نقسمه 3 2 5 يساوي يعني تقريبا 15 دولار وشوية. طيب انا بدي اسال سؤال، ليش احنا بالعراق اغلى من ذني كل الدول؟ حتقولوا لي شو، انا اقول لك انا شلون. ب 24000 24000 سعر الكيلو، تقسيم ايش قد اليوم بالدولار؟ قول على 151 تقريبا 16 دولار. يعني اهم من احنا على مستوى هذه البلدان، احنا يعني الدولار عندنا مستنزف، واحنا اصلا دوله جاي نعاني من قله الدولار، واحنا تاثير الدولار لان احنا دوله مستورده اكثر مما نكون دوله مصدره، واسعار اللحوم من عندنا او عندنا اغلى. طيب يا جماعه، هو مو نفس العراق لو غيره اللي كل العالم يسعى الى الحصول على اللحم العراقي. تروح للاردن يقول لك والله هذا لحم عراقي هرفي، تروح التركيا يقول لك بس والله اللحم العراقي هذا احسن نوعيه. يا اخي حتى بالكيان الصهيوني اللحم العراقي ما ادري شلون وصلهم هم احسن نوعيه، واحنا عندنا سعر اللحم العراقي اغلى من اسعار اللحوم بالدول المجاوره. هذا الشيء يحتاج شغلتين. اول شيء انا اقولها بكل ثقه، وزاره التجاره بقياده الاخ وزير التجاره مع الوزير اثير الغريري يسعى جاهدا ومستنفرين كل طاقاتهم، وزارة التجارة مستنفرة كل طاقاتها لتوفير السلة الغذائية وخاصة السلة الرمضانية. وزارة التجارة الآن تعمل ليل نهار من أجل السيطرة على السوق، وإنها استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن توفر خزين من الحبوب لربما لأول مرة منذ 20 سنة أن تتوفر عندنا هذه الكميات من خزين الحبوب اللي نحتاجها كحنطة كشعير كغيرها من المواد الأخرى. هذا يحتاج أن نقف جميعا مع إجراءات وزارة التجارة العراقية، بل ندعمها بقوة، نحكي ويا المواطنين للسيطرة على السوق لتوفير السلة الغذائية للمواطنين خاصة في رمضان. وثانيا ندعو الأخ السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بضرورة أن تكون هناك لجنة عليا بإشرافه وإدارته وبعضوية السيد وزير التجارة ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير الداخلية لتفعيل الإجراءات الحكومية للسيطرة على أسعار المواد الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج، ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم. يعني السيد السوداني نرجوك هذه المرة أن يكون تدخلك مباشر بدعم إجراءات وزير التجارة ووزارة التجارة بتفعيل إجراءات الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار واتخاذ إجراءات سريعة فيما يخص أسعار اللحوم أن لا ترتفع أكثر، لأنه إذا بقت الحال على هذا الشيء فإحنا مقبلين على أن تكون أسعار اللحوم أكثر من 30,000 دينار للكيلو في شهر رمضان. المواطن منين يجيب؟ المواطن العراقي منين يجيب؟ خلنا نحكي صراحة، المواطن العراقي ما عنده يا جماعة. الدولار إذا ترتفع قيمته على سعر التصريف المواطن هو الخسران. فنرجوكم أن يكون تدخل سريع وأن يكون هناك دعم من المواطنين حقيقي لإجراءات اللجنة الحكومية لمجلس الوزراء لوزارة التجارة للجهات المختصة. بالمقابل نوجه الدعوة للتجار أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، وهم مقبلون ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم. إن شاء الله شهر خير وبركات وطاعة وإيمان وقبول منا ومنكم من صيامنا وقيامنا ودعائنا. ولهذا أدعو الجميع أن يتقوا الله، أن لا تكون هناك زيادة، وأن يحسبوها لله، أن المواطن هذا أخوك، هذا من بلدك،
لا تغلي بالأسعار، غلي بال اسعى لأن الله سبحانه وتعالى يزيد من حسناتك، لا أن يزيد من دولاراتك. يعني خلينا نكون واضحين، يعني ترى المواطن هم له دور، والله احنا شفناها بالدول الفقيرة قبل الدول الغنية، التجار المقتدرون يسعون إلى أن يسوون موائد رمضانية، ماكو واحد يعني يجوع برمضان في الدول العالم الإسلامي الفقيرة قبل الغنية، والله ما حد يجوع، لأنه الموائد الرمضانية تقام في كل الأزقة وفي كل الشوارع وفي كل الناس، يقول لك هذا شهر المحسنين، شهر الإحسان، شهر رمضان، مو فقط شهر الصوم والتعبد، لا، شهر الإحسان هو هذا الشهر بالسنة. فندعو الجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى بقوت شعبهم، واللهم آمين، والله يتقبل من الجميع. هذه رسائلنا حقيقة رصدناها اليوم، وياي أنا الآن السيد علي عبد الكريم كبير مراسلي قناة الفلوجة الفضائية والصحف الاستقصائي المعروف. أستاذ علي حياك الله وسعيدين بلقائك ويا مرحبا بجنابك. حياك الله أستاذ أنور، تحية إليك وعودة ميمونة إن شاء الله، وسعيد برؤيتك مرة أخرى. الله يسلمك، وإحنا الأسعد أستاذ علي. أستاذ علي، أنا أريد أسألك بالبداية حقيقة، يعني أنت كمواطن، ويعني أنتم الصحفيون اللي تحملون رسالة وطنية تكونون أقرب للمواطنين، بالفعل يعني هذا الازدياد بالأسعار خلق تخوف عند المواطنين قبل حلول شهر رمضان؟ نعم طبعا بكل تأكيد، وهذا الموضوع يعني كل سنة يتكرر مع قرب حلول شهر رمضان ويؤثر على المواطنين بشكل كبير. يعني تجولنا اليوم في عدد من الأسواق ومنذ أيام ماضية، واليوم كان هناك تقرير في النشرة الأخبارية لشاشة الفلوجة، عد الزميل علاء الحديدي تحدث عن هذا الموضوع، عن الارتفاع بالأسعار لا سيما أسعار اللحوم. تحدثنا أيضا مع بعض يعني أصحاب المحال، قالوا أنه ارتفاع الطلب على اللحوم في هذه الفترة وأيضا غلاء العلف الحيوانات والأمطار الغزيرة التي كانت خلال الأيام الماضية وقلة نسب الخضار دفع بعض يعني الرعاة إلى الذهاب بأغنامهم إلى أماكن بعيدة، هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الأسعار. بالتالي أيضا بالمقابل هناك مطالب إلى الجهات المعنية بضرورة أن تكون هناك محاسبة ورقابة وأن تكون هناك جولات وأيضا مساعدة يعني بعض الذين يعملون في الأغنام وأيضا معالجة هذا الموضوع. بينما يعني بعض الاقتصاديين تحدثوا ربما يرتفع سعر اللحوم أكثر مع رمضان، خاصة أن اللحوم يعني في رمضان لا سيما عند العراقيين هي مادة أساسية. صح. بعض الاقتصاديين تحدثوا إذا ما بقى الوضع على ما هو عليه ربما يصل سعر الكيلو إلى 26 أو 27 ألف، وهذا ما سيحرم الفقير من تناول اللحوم. صح. في شهر رمضان. نحن كلنا نعلم أنه يعني هناك الكثير من المناطق الفقيرة لا سيما يعني في كل العراق، يعني لا يقتصر على منطقة واحدة، هناك بعض المناطق وهناك بعض العوائل يعني خاصة الذين يعملون بالأجر اليومي وأصحاب الدخل المحدود، كل هذا الارتفاع يؤثر عليهم. أيضا يعني الارتفاع هو الأكبر في اللحوم، لكن هناك مواد غذائية أخرى أيضا مرتفعة، الزيت، الدهون. يعني أيضا هناك دعوات إلى وزارة التجارة التي تعمل جاهدة على كبح جماح التجار الجشعين إلى أن تكون هناك أسواق مركزية كما عملت في رمضان السابق، وأن تتوسع أكثر في هذه المرة. يعني وزارة التجارة في رمضان السابق قبل رمضان بشهر أو أقل فتحت أسواق مركزية في العديد من مناطق بغداد، أسعار مدعومة من قبل وزارة التجارة. يعني عملنا عليها تقارير في العام الماضي، تحدثوا لنا أنه هناك يعني سعرها نفسه، بعضها كانت مدعومة حتى من الدولة من أجل السيطرة على الأسواق. عندما تكون في أسواق وزارة التجارة الأسعار منخفضة، سيلجأ المواطنين إلى هذه الأسواق، وبالتالي سيجبر التجار الجشعين على تخفيض الأسعار. بالتالي مثل هذه الخطوات هي خطوات مهمة، وأيضا يعني هناك دعوات إلى وزارة التجارة بضرورة أن تكون هناك أسواق مركزية وأن تكون في كل مناطق بغداد وفي كل مناطق العراق من أجل أن تستطيع السيطرة على الأسعار وأيضا تستطيع مساعدة الفقراء. وأنا ربما السؤال الأستاذ علي، يعني وزارة التجارة يعني حقيقة هي حققت طفرة نوعية،
يعني واحد يحكي ضميره مثل ما يقولون بتوفير المواد الغذائية والسلة الغذائية والخزين الاستراتيجي من الحبوب. هل باستطاعت وزارة التجارة وحدها أن تسيطر على أسعار السوق حتى لو كان عندها لجان مختصة رقابية؟ لو يفترض أكو يعني إجراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يعني بخطوة يتخذها رئيس مجلس الوزراء، لأن تدري من يتخذ الخطوة الأخ السوداني كل الجهات المختصة راح تتعاون. كل تأكيد يعني وزارة التجارة بحاجة إلى دعم من أكثر من وزارة، لا سيما من وزارة الداخلية محاسبة، أيضا تحتاج إلى الجهات القضائية، تكون هناك عقوبات رادعة لبعض المخالفين بهذا الموضوع. بالتالي هو موضوع مهم ويجب على الجهات المعنية جميعها بدءا من رئيس الوزراء إلى أصغر جهة معنية بهذا الموضوع أن تتحرك بشكل جاد من أجل حل هذا الموضوع. هذا الموضوع ربما البعض يعتقد أنه موضوع بسيط، لكن هذا الموضوع يؤثر على المواطنين بشكل كبير وبشكل واضح، وهذا ما نلتمسه من خلال تواجدنا في الشوارع في العديد من الأسواق. يعني هو مطلب رئيسي وبالتالي يجب أن يكون له حل أساسي حال موضوع الدولار. يعني اليوم الذي يشغل المواطن العراقي لا سيما المواطن العراقي الفقير هو موضوع ارتفاع الدولار وانعكاسه على ارتفاع الأسعار بشكل كبير، والطفرة النوعية الأخيرة يعني بأسعار المواد الغذائية هو موضوع يعني صعب جدا ويجب أن يكون له حلول حقيقية وعاجلة من قبل جميع الجهات الحكومية. نعم. هسه أريد أسألك أمنيا، اليوم يعني تم الكشف عن أنه أيسر الخفاجي الله يرحمه اللي خطف يوم أمس كما كانت الأخبار تشير، أنه تم يعني إيجاد جثته وتبين أنه استشهد بفعل عمل يعني وزارة الداخلية تقول الخيوط الأولى يعني وتبحث بالموضوع لم تعطي بيان نهائي. شنو بالشارع من هذا الموضوع يعني أبعاده؟ وإحنا شفنا أنه قبيلة خفاجة الكرام يعني أنذروا بأنه 24 ساعة يجب أن نكشف على الجنات من قبل محافظ بابل والجهات الأمنية في يعني بابل ومن وزارة الداخلية. شنو اللي وصلكم من معلومات في بغداد؟ تفضل. بكل تأكيد هو موضوع خطير ولديه أبعاد كبيرة على الوضع الأمني بشكل عام في عموم العراق، سيما وأن الشهيد هو يعني تابع لسرايا السلام وقيادي أو يعمل ضمن الإعلام المركزي في سرايا السلام. بالتالي هذا الموضوع له أبعاد كبيرة، وأيضا يعني شاهدنا خلال اليومين أو يعني خلال اليوم هناك حديث كبير حول هذا الموضوع، والبعض يتحدث عن تصفيات سياسية وغيرها من الأمور، فيما في الوقت نفسه نفت يعني وزارة الداخلية أن تكون لهذه الجريمة أبعاد سياسية، وتحدثت أنها ستلقي القبض على الجنات وسيتم محاسبتهم بشكل صريح. وأيضا يعني بالحديث عن هذا الموضوع، يعني خلال الأسبوع الماضي شاهدنا ارتفاع كبير في عدد الجرائم، سيما يعني يوم أمس في الراجدية عديل القيادي العامري، وأيضا يعني قبلها كان هناك بعض التصفيات. بالتالي هذا الموضوع يؤثر ويشير إلى أكثر من علامة استفهام. أيضا يعني نشاهد جرائم العنف الأسري أيضا يعني بشكل كبير في بغداد، يعني خلال 10 أيام شاهدنا يعني ربما مقتل أكثر من 15 شخص في بغداد بسبب جرائم العنف الأسري. بالتالي هناك دعوات إلى الجهات أيضا المعنية إلى رئاسة البرلمان من أجل تشريع قانون من أجل وضع حد لجرائم العنف الأسري. أيضا يعني البعض يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة من أجل أن لا تتكرر مثل هذا الموضوع. يعني الكثير من المواطنين يتحدثون أنه هناك فسحة وهناك يعني بعض النقاط في بعض القوانين ربما يتم استغلالها، وإلا لما تجرأ هؤلاء القتلة إلى الذهاب إلى مثل هذه الأمور. بالتالي الجرائم في بغداد وفي عموم العراق نشاهدها تستفحل بشكل كبير، وصد دعوات إلى كل الجهات المعنية بضرورة أن تكون هناك حلول من أجل أن لا تتكرر مثل هذه الأمور، سيما ونحن نتحدث عن أن هناك يعني البعض هناك قيادات هناك بعض من ينتمي إلى بعض الأحزاب وإلى بعض الفصائل. بالتالي مثل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير وتزعزع الأمن في جميع البلاد وفي كل
البلاد. يعني نحن نتحدث عن الشهيد أيسر الخفاجي وما حدث له، ونتحدث عن مردوداته التي لم تقتصر فقط على محافظة بابل، وهذا ما شاهدناه هنا يعني في بغداد. هناك تحرك، هناك يعني البعض يلمح إلى الآخر ببعض الكلمات. مثل هذه الأمور تستفحل وتكبر وربما يعني تأخذ مجرى آخر أو مجرى آخر، خاصة ونحن نشاهد يعني هناك بعض الأعمال، يعني هناك أيضا يعني أعمال خدمية، هناك بعض الأمور. بالتالي مثل هذه الأمور ومثل هكذا عمليات تؤثر على مجمل العمل في البلاد، تؤثر على كل شيء في البلاد. بالتالي يجب أن تكون هناك حلول، يجب أن يسيطر على الأمن. الأمن هو أهم شيء، هو الأمن. يعني بشكل عام ممكن من نتحدث ويا المواطنين العراقيين يقول لك احنا نريد بس امن وامان، ما نريد شيء. فالسيطره على الامن في جميع البلاد، وايضا الابتعاد عن عمليه التصفيات الجسديه لا سيما بين الاحزاب، يجب ان يكون هو هناك دور كبير. امانه الله ليش ازدادت هالفتره؟ يعني اكو تصفيات متعلقه بالوضع السياسي في المحافظات واختيار المحافظين جدد، لو اكو يعني ليش تزداد؟ يعني غريبه. يعني احنا الحمد لله والشكر مرينا فترة من الاستقرار والأمن، يعني هذا ضرب كل إجراءات وزارة الداخلية عرض الحائط. يعني كأنه احنا وزارة الداخلية جاءت تستلم الملفات الأمنية بالمحافظات، يعني تصير هيك خروقات. يعني من مصلحته؟ يعني من عنده مصلحة بتقدير؟ السلاح المنفلت هو أساس كل هذه الضوضاء وكل هذه المشاكل. سلاح منفلت منذ 2003 إلى غاية الآن، بالتالي لا يخلو دار اليوم من بعض الأسلحة. هناك منتسبين أمنيين في العديد من الصنوف، بالتالي اليوم ممكن أي مشكلة. يعني أنا اليوم التقرير اللي كان عن نشرة خلاف بين يعني زوج و يعني أهل زوجته، نسيب وأهل زوجته على بعض الأمتار قبال البيت، اتطور وطلع السلاح من البيت، وهو منتسب طلع السلاح من البيت وراح قتل 3 من اهل زوجته على بعض هذه الامتار. بالتالي السلاح المنفلت، القضاء على السلاح المنفلت، تكون هناك يعني اجراءات رادعه من اجل القضاء على السلاح المنفلت، ممكن ان يحل هذه الازمه الكبيره. ايضا يعني هناك بعض المنتسبين وليس جميعهم، بعض المنتسبين يعني لا يمكن السيطرة عليه. يعني أغلب المشاكل في الفترة الأخيرة، أغلب القتلى في الفترة الأخيرة يعني نشاهدهم هم من المنتسبين، هم من يجرؤون على قتل بعض المدنيين. بالتالي من المفترض أن تكون هناك توعية، أن تكون هناك بعض الأمور من قبل الوزارات الأمنية، الجهات الأمنية، من أجل السيطرة على مثل هذه الأمور. هذه الأمور يعني كما تحدثنا هي يعني تؤثر على جميع الدولة، خاصة ونحن يعني ذاهبين إلى مرحلة جديدة، مرحلة المحافظين الجدد، وهناك داعم إلى هؤلاء المحافظين. لكن يعني هذا يعني ما نشاهده اليوم، هناك يعني عدم الرضا على العديد من المحافظين في بعض المحافظات، ولا سيما يعني بابل. ما شاهدنا هناك احتجاجات خلال اليومين الماضيين، وهناك ايضا البعض من بابل جاء الى بغداد الى هنا، وهناك احتجاجات على محافظ بابل. بالتالي يجب يعني ان تكون هناك استيعاب لمثل هذه الامور، وان تحل الازمه بشكل سريع من قبل رئيس الوزراء وباشراف مباشر من عنده، من أجل أن يمكن السيطرة على هذا الموضوع. ولا ممكن يعني خلال الساعات القادمة يكون هناك رد على موضوع قتل أحد عناصر سرايا السلام، بالتالي الرد ستكون هناك أزمة أكبر. هناك شاهدنا عشائر خفاجة وغيرها تهدد، وشاهدنا اليوم يعني في بغداد وفي المحافظات الأخرى هناك تضامن مع سرايا السلام بعد الذي حدث يوم أمس. بالتالي هذا الموضوع أيضا خطير. صحيح. إذا كان هناك أي رد، إذا كان هناك قتل من عشيرة ثانية أو من فصيل ثاني، سيتطور الأمر وربما لا يمكن السيطرة عليه، خاصة ونحن نتحدث أنه السلاح منفلت بشكل كبير. ويعني كل إجراءات الحكومة منذ أن تسلم السيد محمد الشيوعي السوداني، وقبله أيضا سيد مصطفى الكاظمي، تحدث عن إجراءات للسيطرة على السلاح المنفلت، لكن لغاية الآن لم يتم السيطرة عليه. وبالتالي هذا الموضوع يجب أن تكون هناك جدية كبيرة من قبل جميع الجهات، يكون تعاون، جميع يكون الوزارات ضبط النفس الأمنية. بالفعل والله بالفعل الأستاذ علي عبد الكريم ضروري جدا، كبير مراسلي قناة الفلوجة الفضائية وواحد من أهم الصحفيين الاستقصائيين في العراق، شكرا جزيلا لكم.
أستاذ علي، ونسعد بوجودكم في استوديو التاسعة حتى يعني تضعونا بالمشهد العراقي. بارك الله بكم أستاذ علي عبد الكريم، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. أيها الأخوة المواطنون، أنا أرجع الآن إلى ملفنا، ملف قانون العفو العام. قرأت بالتعليقات، يا ريت الدكتور علي شوف للأستاذ الخبير القانوني أمير علي تعليق على تعليق أو تعقيبة أو توضيح على التعليق انتشر. هو يقول لك وصلت معلومات تعرض أحد السجناء في سجن العدالة 3 إلى قرحة نزفية حادة حسب تقارير الطبيب الصادرة منذ يومين، لكن مدير السجن ومسؤول الإرسالات يرفضون إرسال النزيل إلى المستشفى وقد يتوفى السجين خلال ساعات. أنا أريد أسأل أستاذ أمير علي، هل هذا الخبر صحيح ولا لا؟ لأنه إذا مو صحيح حتى لا يصير تشويش للرأي العام، وإذا صحيح يا ريت إذا عنده معلومات عن هالموضوع يا ريت يوضحها حتى مو كل واحد يعلق، يعني لا يصير التعليق بمسؤولية. أنا وياي حقيقة صارها يومين تنتظر البرنامج. السيدة نهلة خليل إبراهيم والدة سجين صارها يومين تريد تطلع باستوديو التاسع، ولهذا أنا والله كان يفترض وياي أن يكون اليوم الخبير القانوني الأستاذ كاظم الجحيشي المحترم، لكن يعني احنا استثنائيا اعتذرنا منه وقلنا له لا، الأخت نهلة عندها مظلمة، وهاي المظلمة مخليتها تنتظر في بغداد تريد تحكيها. أول شيء أختي السلام عليكم وحياك الله، أهلا وسهلا. عليكم عليكم السلام. يا مرحبا بك أستاذ أنور. خادمك عودة مأمونش. الله يسلمك، الله يحفظك إن شاء الله. والله أنت صوت الحق، يعني خادم. إحنا لو ما أنت يعني كان ما حد يوصل صوت خادمكم. الله يحفظك إن شاء الله. منين يمه؟ أنا جيت من الموصل. يا حياك الله، حي الله للموصل شلع قلع. يا مرحبا اختي، الله يعافيك. الله من يا عمام يمه؟ الله يعافيك، الله يسلمك. احنا ايه؟ الرواشد. يا حياكم الله. وين يعني انتم مو نفس المدينه؟ خارج المدينه؟ ايه نفس المدينه تقريبا، اطراف الموصل. اطراف، ايه تمام. ايه يمه احكي. ايه استاذ انور، والله انت يعني اللي توصل صوتنا، وانت خادمش. يعني ناصر الابرياء خادمك، استغفر الله. الله يحفظك. اني نصر من الله سبحانه وتعالى. أيه. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك ان شاء الله. اني ابني مو علي دلفين، يعني عمره 24 سنه، وقت الدواعش. اي وقت الدواعش يعني طلع هو، كان يعني برا يم الباب وطلع حاله، يعني حال الشباب برا يعني واقفين باب. اجى داعش يعني قالوا له ليش ما رايح على الصلاه؟ قال هم اني والله يعني ما اصلي. قال يعني شو تخربط يعني بوقتها، تعرف يعني بوقت داعش 14 سنه عمره. عمره 14 سنه. هذا الكلام تخربط قال. نعم. اي اي قالوا له اقرا التحيات، ما اعرف يقراهن. قالوا له اخذوا الهويه منه، قالوا له تجي تدرس، احنا يعني نعلمك اصول الدين والشريعه. يعني هاي التحيات مباركات الصلاه يعني طيبات. هيك سالوه قال له لا اذكرها. ايه ايه قال لهم انا ما حافظها. قال له تعال تعال تخبط يعني خاف منهم يقرهن. خاف منهم يعني الوليد. ايه ايه قالوا ايه ايه يعني لان تعرف هم بوقتها يعني كانوا هم يعني بالموصل هم يعني الحاكمين. وصف. ايه يمه كم لي يمه سمعش. يعني اخذوا الهويه مالته. قالوا خلي يجي يدرس، احنا معني ما قبلت، قلت له ما تروح ابني نهائيا ما تروح تدرس، خلي الهويه ظل عندهم حتى يعني ما تروح معاهم يعني تدرس. يعني هاي تقريبا من 2016 يعني تحررنا، تعرف استاذ، ووقتها كان تدقيق امني ويعني كل شيء حسب الاصول. احنا يعني احنا سوينا هوايه ويعني طلعنا له يعني هويه مال يعني وكنت من اخذوها داعش مالته ظلت عندهم، وتدقيق امني وامن وطني واستخبارات، يعني نهائيا ما حد قال هذا الولد يعني عنده شيء، هو ما عنده يعني شيء بوقتها. يعني جت جو يعني قوة امنية بالجامعية لنا بالمنطقة وقالوا خلي يجون كل هالشباب حتى يعني ام بس دقيقة نحجين واحدة واحدة. اخذوه بعدين حتى يدرسوا اصول الدين، هيك قالوا لنا درسوا. تمام. لا شارك لا دربوا سلاح، شارك بعمليات غير شيء ما لو ما لا 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 نهائيا. استاذ انور استاذ انور ما نهائيا ما راحوا، هم سجنوه ظل عندهم يعني بوقتها سجنوه يعني ظل عندهم هم شهر سجنوه شهر. ايه سجنوه يعني شويه
اعذرني لاني يعني من صعله وما عاد اعرف يعني حيل يعني احكي معك شلون. اخذ راحتك. اسمعين اختي. يعني هم راحتك احكي انا اخوك. احكي براحتك. ان شاء الله عز الله عز الله والله انا جايه على الله وعليكم. والله انا هاي يعني قلت ما ارجع من بغداد راح اظل الا توصلون صوتي للاستاذ انور. خادمك. انا مو استاذ. قول الانور هيك ايه. وصلوها الانور. ايه الله يحفظك ان شاء الله. ايه هم بوقتها اخذوه يعني داعش سجنوه ظل شهر وعافوه حتى يعني زينوا شعره وهاديه يعني هاي عقوبه لو بسيطه بس شنو السبب؟ لان ما راح درس ما انطوا الهويه. يعني ما انطوا الهويه واني قلت له ابني ما تروح تدرس نهائيا عفوا الهويه عندهم واحنا تقريبا يعني جانا يعني للتحرير تقربنا قلت له عفوا الهويه ما اريدها. عاد يعني من تحررنا ورا ما تحررنا بال 2018 كلنا احنا العيله جددنا هوايا استخبارات امن وطني يعني تدقيق امني تعرفوا ذاك الوقت نهائيا يعني ما حد قال هذا الولد يعني عنده اي شيء اي خلل يعني بال هاي اصوليه قانونيه. بال 2019 جو يعني يمنا قوه امنيه قالوا كل الشباب المنطقه تطلع يعني تجي على يعني الجامع يعني التدقيق معه في الظاهر عندهم شيء واخذوا بوقتها يعني كثير شباب يعني مو بس ابني يعني راحوا قالوا تدقيق يعني وهم هسه شويه ويرجعون شويه ويرجعون راح ابوه يدور يابا ابني هيك وهيك قال ما شفنا هذا يعني الاسم ولا عدنا رجع راح على منطقه اسمها تلكيف بالموصل يابا ابني هيك وهيك وصل يعني عندكم اسمه اخذوه الصبح جهه امنيه قالوا ما عدنا اي مكان ما عدنا استاذ انور لا تقول لي ولا اقول لك سنه ونص احنا ما نعرف كل شيء عن ابني سنه ونص احنا يعني بهاي السنه ونص يعني احنا شفنا يعني دمرت العيله كلها دمرت اخوه صغير صف ثالث صف اول هذا ابتدائي يعني مات صار عنده انفجار ومات من القهر عليه ابوه انشل انشل يعني ما بقيت بس انا بالعيله يعني مصيبه فوق مصيبه جت على راس الاستاذ انور والله العظيم يعني ما اعرف وين اروح وين انطي وجهي يعني عفتها حتى شغله ابني عفتها لا حول بعدين عنا شويه يعني 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 تقريبا طولتها يعني قمت اروح اسال مع النسوان يما هيك وهيك ابني قالوا لي روحي على حقوق الانسان بالموصل رحت على حقوق الانسان قالوا هذا الولد موديه على سوسه سجن سوسه بالسليمانيه ايه رحت اسال بسوسه قالوا ما عندنا هيك اسم ما موجود ما جابوا علينا هيك اسم رجعت مرت اللخ على حقوق الانسان بس دققوا لي هذا الاسم الله يحفظكم قالوا هذا موجود بالناصريه ومحكوم اعدام لا حول ولا قوه الا بالله يعني حتى ما قدرت يعني محامي يعني ما قدرت اشوف يعني ابني شنو ذنبه شنو القضيه اللي عليه يعني شنو هذا مقتبس الحكم عندي يعني لا شاهد يعني هذا استاذ انور هذا مقتبس الحكم لا شاهد لا يعني عليه ادله لا موجود شيء هذا يعني خلي يشوفوه يصوروا الشباب يعني ماكو هسه لقيت ابنك شفتيه قبل ايش قد لقيتيه؟ ايه ايه موجود هسه بالناصريه هاي اقول لك هاي صار خمس سنين ايه واني ما ظلت جهه ما رحت هاي خمس سنين هاي استاذ انور يعني ما اليوم يعني لا حول ولا قوه ما يعني ما ظل لا منظمه لا يعني نواب لا ما ظل مكان يعني ما رحت عليه استاذ النواب ما حد لي من النواب رحتي له النواب كثيره يعني استاذ عبد الكريم العطان بالموصل النواب كثير يعني ما حد استجاب لي يعني اني لو ما انت لا يعني من خلال صوتك انت خادمك يعني وصلتنا يعني يوم ايش قالوا ليش؟ قال يعني ليش ما يقدر يوقفوا ليش؟ ليش ما يقدر يوقفوا لك؟ شنو؟ شو يقولون يما؟ ماكو يعني ماكو يعني ما حد استجاب منه يعني بسيطه وها روحوا هذا هو ماكو اي شيء ماكو اي فعل يعني ما التمسنا منهم اي شيء. واني اناشد رئيس الجمهوريه وهاي استاذ انور هاي همينه وصولات تشهد ان ابني من اخذوه داعش هاي هيا بس خلي يشوفوها شنو هاي وصولات من اخذوا الهويه داعش منه هاي تشهد بالتاريخ يعني من اخذت الهويه منه داعش ونحسبت انتماء عليه ايش مكتوب يما ايش مكتوب بالوصيه تعرف تقري تكتبي لا تعرف تقري تكتبي بس احكي لي ملخصها شو تقول ايه
اخذوه يعني دا يقولوا لكم احنا اعتقلناه، دا يقول لكم مركز 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 ديوان الحسبه الملقب ما اعرف هم يعني هاي يعني يعني والله لا يقولون اخذوا الهويه يعني اخذوا منك على كيفك لانه ما اعرف يقرا التحيات مع الصلوات ما اعرف يقرا التحيات اخذوه وحكومتنا اخذوه على شنو وحكومتنا اخذتوه على شنو يلا ذولاك الدواعش الارهابيين اخذوه زين حكومتنا اللي جيتوا انتوا يا جماعه بالموصل اخذتوه على اساس رجع لي الزميل المخرج استاذ بنياني راح ضيعوه يعني لا يعني عليه شاهد لا عليه يعني اي شيء يعني ابني يعني ما يثبت ان عنده يعني شيء ما مسوي ما مرتكب اي شيء اسمحي لي يما اسمحي لي اكو شهود على ابنك لا ما نهائيا ما عنده شهود بالقضيه اكو شهود اكو شهود بالقضيه ماكو هذا المقتبس الحكم شوفوا ما بيأكد اكو دليل عليه شلون حكموا الاد على اساس على ما اساس أعرف. ما والله يا عمي لله يعني لله شلون حكموه اذا لاكو شهود عليه انا اريد ولاكو دليل عليه عمي هذا بريء 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 والله اعلم بريء عمي انصف الناس عمي انصف الناس مو جاي رمضان انصف الناس انصف الناس تفضلي استاذ انور اسمعني اني رحت على محامي هنا ببغداد هسه من جيت قال ابنك بالقانون العراقي ما ينحكم لا اعدام ولا مؤبد اسمع اي ما اسمعك ما اسمع صح اي قال اسم ابنك اصلا بالقانون العراقي ما ينحكم لا اعدام ولا مؤبد بالقانون العراقي لان ابنك بعد ما بلغ يعني وحاكميه وين اكو شيء يعني اروح اطالب رئيس الجمهوريه كونه اللي هو حامل الدستور حطوا له يعني دافع عن ابني يشوف لي اريد يعني رئيس الجمهوريه اريد الاستاذ فائق زيدان ينظر بقضيه ابني يعني كل مظلوم يعني هاي شبابنا الشباب العراقي هيك ضيعوها بالارهاب وبالمخدرات يعني شنو ذنبهم ليش هيك يعني شنو ذنبهم يعني ما بس ابني يعني كثير من الموصل ابنك هسه انا اشد بدون استئناف محكوم ما استأنفته يعني لو ما تدري لا استاذ ما اعرف يعني ما اعرف اتصور حتى يعني مصدقين على الحكم ماله يعني انا انصدمت انهارت بي انهارت يعني مصدقين عليه الحكم والي دفين يعني شنو ذنبه شنو ذنبه استاذ انور امي يعني كل هذا الفتوى اللي كان بيها معتقل ومحكوم انتم ما تدرون امه ما تدري ما اعرف اني ملتهي يا بابو مجلوط مقار هذا اخو المات الصغير مقار والله العظيم مصيبه فوق مصيبه صارت علي ما اعرف وين اروح وين اجي استاذ انور لا حول ولا قوه الا بالله تالي هي يمه شو وقت شفتي والله ما اعرف وين اروح شو وقت شفتي اخر مره هاي كل اربع اشهر اروح عليها زياره والله ما اشوف واني خمس سنين اني امها تحضن ابنها وين اكو شيء شي ما تشوف ابنها خمس سنين يعني ما ابني تعب مال وافي على حد بريء يعني هيك ضيعونه ولد شباب مال وافي على حد ما سوى جرم عمي والله ظلم والله يعني وين اكو شيء انا والله عمي هذا ظلم انه الدواعش الارهابيين الكفره واللي وقف وياهم واللي جابهم كفره همين ايا كان اللي وياهم وايا ساندهم يعني ابنها اخذوه تقول لك طفل وقف بالباب قال له تعال ليش ما تعرف تقرا الصلوات حضر 14 سنه انا اشد كل شريف يسمعني انا اشد كل شريف يسمعني انا اشد كل 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 قاضي شريف يسمعني يعني يشوف هاي قضيه ابني يعني بريء يعني بريء والله ما له ذنب بشيء تعرفين ام احد من نواب الموصل ما حد وقف ليش من نواب الموصل نهائيا استاذ نهائيا نواب الموصل ولا اعرف حتى من هم ولا اعرفهم اذا عندنا احنا ما عندنا نواب الموصل ما بيها نواب الموصل ليش بيها نواب ونائبات ما عندنا نواب نهائيا بالموصل ايش بيهم ما والله العظيم ما اعرف حتى ساميهم اذا اكو نواب الموصل ماكو احد ولا احد يفتح باب يعني اصلا ولا احد يقول تعالوا يعني داعي بسجناكم خالد العبيدي نائب ما تعرف خالد العبيدي كان نائب وزير خالد سلطان هاشم نائب وزير انا اعرف ذول هسه اللي جو على بالي ما تعرفينه يعني هسه من خلال قناتك يعني هسه انا اناشدهم
انا اشدهم. انت بنتهم شو تناجدين هم؟ انت بنتهم، انت تشيميهم امي، انت تشيميهم، ما تناجديهم تشيميهم. المراه بشارب الخير، احنا نريدهم، احنا قابل ايش عندنا عداوه وياهم. لكن عن الباقين والله لو عندي اسماء هسه والله اذكرك اياهم واحد واحد، ابدي بالسياده وانت بتقدم، ما عندي شلع قلع. لو توقفوا لبنتكم لو عيب عليكم يا اهل الموصل، عيب اوقفوا لبنتكم. ابن اوقفوا سووا حمله للشباب بالموصل، سووا حمله وقولوا حتى يصير، سووا حمله لرئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء انه عمي لا تنصفون واحد، الله يفتح الخير للكل وينصف الباقين. بس حاولوا لا تبقون والله ما جيت استاذ انور كثير امهات حملني. ايش بيهن يما الامهات؟ كثير يعني قال اللي سلمينا على استاذ انور وقولي لهم على مظلوم ويات ولادنا والله خادمكم. كثير خادمكم على راسي والله ما بس ابني. وانا مو استاذ، انا خادمكم وانا صوتكم. انا مو استاذ، خلي الاساتذه للنواب والنائبات، ذولاك يا عمي اساتذه وحراسات ودنيا وغضب ولعبان نفس، لكن يا عم انا خادمكم. ولا يا عمي ليش الشكل يعني؟ يعني ليش الشكل؟ ارجع اقول يا عمي ابنها واقف بالباب ما عرف يقرا الصلوات، جو الدواعش رهابين قالوا له يا بليش ما تعرف تقرا، تعال اعتقله والله تعال نعلمك الدين. اجوا ربعنا كملوا عليه. حكموا اعدام، لا دليل على حكي الام، الله ما بيننا وبين يعني انتم عارف يعني لا دليل لا شاهد لا شو حكمت الناس. ظلموا الحكومه شلون يعني؟ شلون حكمت الناس؟ ظلمت الحكومه يعني شنو يعني من الجهتين يعني؟ يما سالتي قالوا لك شنو الحال؟ ما قالوا لك احد شنو الحال؟ استاذ انا يعني انا من ورا ما اخذوه يعني صارت مصيبتين على راسي، مصيبه اخوه صفه الابتدائي يعني من قهره هيك من حاله يعني من حاله مات، ووراها ابوه يعني ابوه هسه مشلول يعني اني اني صفه عندك بالعائله؟ ما عندي حد، ما عندي بس هذا ابني هو، والله ما عندي والله بس هو ابني. يعني طالبه تطلابه، والله طالبه تطلابه، يعني وين اروح اني؟ وين انطي وجهي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله هاي ثلاث مرات استاذ انور، هاي ثلاث مرات بهذا الاسبوع اني اروح واجي من الموصل على بغداد في سبيل بس يعني اطلع مظاهرات، اجي هنا مع النساء يعني من يجن، اجي من هنا يعني قالوا لي وصلي صوتك للاستاذ انور اناشدي بس ان شاء الله احد يسمع يقول هذا الولد بريء ما عنده شيء، لا عليه شاهد لا عليه بدع. يعني استاذ انور انا هسه يعني من قال الباحه المحامي يعني قمت اعرف ان يعني مكتوب حتى بالهذا مقتبس الحكم ماله من ماخذين محققين انه يعني وقت هو من اخذوه بال 2019 يعني المحقق معاه كاتب ليه هسه له يعني مع العفو يعني يعني مع الدواعش يعني من اخذوه يعني هو اخذوه هم اخذوه شلون يعني يجي برجلي عليهم ومكتوب يعني عليه من تميلي هسه له مع الدواعش؟ ايش محكوم يما هسه؟ هو حكمه اعدام مصدق عليه غير؟ ايه 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 مصدق عليه الاعدام. احنا نجدد تحذيرنا، نجدد تحذيرنا، نجدد تحذيرنا، وادعو المنظمات الدوليه والعراقيه الى التحذير بذات الوقت، منظمات حقوقيه نحذر من تنفيذ اي حكم اعدام قبل اقرار قانون العفو العام واعاده التحقيقات بكل بالسجون، المجرم مجرم والبريء بريء انصفوه. اما لينفذ اعدام بدون اعادة هذا الامر والله امام الله سبحانه وتعالى فهو قد عمل عملا ظالما حال الارهابيين، لان انت شلون تحكم وانت اكو يعني اكو اكثر من هالدليل؟ يلا خلي يردون عليه، ردوا عليه، يلا ردوا عليه، اكو اكثر من هالدليل انكم ابرياء؟ هذا يثبت لك اكو ابرياء. شلون يعني هذا الحكم جاي يصير؟ ان شاء الله فوق يا اخي رئيس الجمهوريه، اخي رئيس الجمهوريه، اخي وزير العدل، اخي وزير العدل دكتور خالد شواني، والله انا اشدهم اني انا اشدهم اخي رئيس مجلس الوزراء، انصف الناس اخي رئيس مجلس القضاء الاعلى، هذا دليل انه اكو ظلمات، اكو ظلمات بالسجون. تمام امي تمام. انا يوم اربع خمس سنين اني ما اقدر اكذب ابني هيجي، كل اربع اشهر اروح زياره، كل اربع اشهر. الله يلطف حالك امي. وانا اكو هيك ظلم. الله يلطف حالك امي، الله يلطف حالك امي. انا اشدك استاذ انور، ربي يحفظك ان شاء الله توصل صوت. والله يوم ذا والله يوم ذا كل الحكي ما وصل، اذا كل الحكي ما وصل هالصوت يعني شو نسوي لهم؟
ما تقولي لي ان شاء الله يوصل ان شاء الله يوصل والله لازم يقر قانون العفو العام. والله الشعب اذا تحرك من صدق وانصف الابرياء والله الله راح يوفق هذا الشعب. لكن يستمر الظلم على الشعب لانه يبقى ساكت على الظالمين. شكرا امي، شكرا جزيلا. ان شاء الله الله ينصب حالك، وان شاء الله الله يقر عينك ويطلع ابنك بالسلامه. اللهم امين ان شاء الله ويا كل الابرياء. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شكرا اللهم امين ان شاء الله يا رب ينصر. امين امين. شكرا يا امي، شكرا يا امي، مع السلامه.